مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقع: انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وأيضا طقس ربيعي معتدل أثناء النهار ولطيف أثناء الليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن اللون الأحمر الفاتح يمثل درجات حرارة أقل من اللون الأحمر الغامق، وبالتالي ستنخفض درجات الحرارة قليلا خلال يومي الاثنين والثلاثاء أيضا، حيث تصبح الأجواء معتدلة في النهار ولطيفة بالليل. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة: هذه الليلة أجواء ربيعية لطيفة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: هناك انخفاض يومي الاثنين والثلاثاء قليل على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، ما بين درجة إلى 3 درجات، علما بأن معدل درجة الحرارة العظمى في مثل هذا الوقت من السنة في عمان هو 29 درجة مئوية، ومعدل الصغرى بحدود 18 درجة مئوية. إذن يوم الاثنين الحرارة أجواء ربيعية معتدلة بالنهار مشمسة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 27، وأيضا الصغرى المتوقعة بحدود 18 درجة مئوية. الثلاثاء أيضا جو ربيعي معتدل نهارا، ربيعي لطيف ليلا، العظمى المتوقعة 28 والصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية. الأربعاء ارتفاع قليل وطفيف على درجات الحرارة، تصبح العظمى حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، درجة الحرارة العظمى المتوقعة 29، مع بقايا الأجواء ربيعية معتدلة بالنهار وربيعية لطيفة ليلا، بينما الأجواء أثناء الليل ربيعية لطيفة والصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في مختلف مناطق المملكة: في المناطق الشمالية إربد 29-20، عجلون 30-18، وجرش 31-19، المفرق 30-18 درجة مئوية. المناطق الوسطى: البلقاء 28-18، مأدبة 28-19، عمان 27-18، الزرقاء 31-19، البحر الميت أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى المتوقعة 37 والصغرى 26 درجة مئوية. المناطق الجنوبية: المناطق الجبلية الكرك والطفيلة والشراه، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، كرك 28-18، الطفيلة 27-18، الشراه 26-17، العقبة أجواء حارة 37 إلى 27، ومنطقة معان أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا 30 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة: أجواء حارة نسبيا إلى حارة في النهار لكنها معتدلة إلى لطيفة ليلا، الأزرق 35-19، الصفاوي 34-20، والرويش 36 إلى 20 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.